كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقيد المجلس 17 من مجالس شرح كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة استقيت مثلا نسكمل عند نبض والسبع متواترة ذا شو المقصوديس أغدي سمسلاي في القراءات السبع المتواترة ثواد نستفهم ذا شو المعنى التواتر التواتر يراد به التتابع يراد به ما نقله جمع عن جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب اسمحتي الخبر ثولا كوكو نسقسي غذاقي اسكو ثلاث مورث اسمي الصين أديني مثل الله ميلو كان ديني غويسي ديوالا بلك هذه ليون السيجنار نغيون ولكن إمذانا سمسلاين بلي في ثمورث اسمي الصين غسوس ولا نرى ولكن تواتر الخبر الخضار إفغ مليح وزمير نرى أذلاذ مليلنا مليون الغشي أدفكن يوثن الشهادة فيون لمر ولا شيث ذي المحال لذلك ميل الخبر متواتر متتابع نقله جمع عن جمع عن جمع لا يمكن أن يتواطؤ على الكذب ذي المحال وقي كلمة التواتر لكو كنا القرآن الكريم القرآن الكريم يبذر غرنص التواتر ما ديني في التعريفين سما كيدن شرح شحالي فردان هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول إلينا بالتواتر أمشي غديوض القرآن أرثول 1440 الهجرة يبضغط أكا ويقارثي وويقارثي ويقارثي المديوض الغرنة ينزل في النبي عليه الصلاة والسلام نسينا هيد الصحابة حفظا وقال يحفظا أم بعد عن طريق السماع خاطر لو كنت تفض ياسين امشي تكتب لقاسي دغر ياس لونجلي غريز يا كفا يا عين صاد الى قاسي دغر ذاك نسمع كفا يا عين صاد ذكر رحمه ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا معناتها بالسماع ينقل نقل القران الينا سماعا بالتواتر والتواتر يفيد القطع واليقين رشوك ذيك الشكياكو لذلك يثمثن سمحتي كلمة التواتر ذو قيل معنيس ثورة أدنوغا لغى المتن إناد والسبع متواترة معنى لان تسبع القراءات في قذقي متواترة أولاش لك ساوك الشك نيغون دي يثمثن في قلتني عدن لان تبع الاختلافات القراءات أستفض مثلا المصحف ما تفض الرواية نحفص سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب روح كان الورش الذين يؤمنون بالغيب عثى
يا نروح على سورة العمران، إن في خلق السماوات والأرض، ولكن ورش والأرض ولاش ماشي الأرض والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، ولكن دي حدي ورش لآيات لأولي الألباب. ما رصد للباب شو مش وقش قال الألباب وإيش قال للباب صافي للمشكل سمشي المشكل وإلا وإلا وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالقسطاس بكسر القاف أصف القراءة، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذاكي قسطاس ذاكي قسطاس مش كان. وبعدين في سورة الممتحنة رب سبحانه عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، شفوا ذاس يفصل بينكم، ولكن ذي قراءة نظن يوم القيامة يفصل بينكم للخلافات. فجي قراءة فجي قراءة يا الله أضاف صورة الإخلاص صورة قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا أحد سلواو فجي حفص ولم يكن له كفوا أحد ورش ولم يكن له كفوا أحد كم يشتروح صح صورة الفاتحة مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين في القراءة أيضا مالك يوم الدين ثم زورة حفصة قورش مالك يوم الدين في القراءة مالك يوم الدين مالك يوم الدين صفا استنضى شو يضرنك انتوا ليش شو يضرن صحانت ياكو في كلها متواترة إني غاون ديون واسير ثيزي وزود عزاز قا مخلف يوني قارس يفقع يوني قارس يرفع يفقع ذاقي يفقع معنى يرفع ماشي ثيزي وزود يفقع ماشي يرفع يفقع معنى يقاد نزمرين شو كي تقبيلي يخي تقبيلي تقبيلي بعدين تقيون ديو حين ثقيت صحة ثقيت صحة غير دنيضة ثقيت صحة ثقيت صحة برسكو الصحة فهمتي ذمك ديجا ذي قبيلي ثقلا المسفهام المسفهام الشيمي الشغر ايغر اين ايش حال قراءتي قلنا قبيلي اي واشو الى ولا ينكر انت قبيلي القبيل واش ينكر يعني لا ننكر هذه الالفاظ المتداولة المتواترة في اللغة الأمازيغية أليس كذلك؟ إذا كنا لا ننكرها فمن باب أولى أن نستقبل هذه القراءات التي وصلتنا بالتواتر هذه القراءة السبع متواترة والتواتر التتابع ما نقله جمع عن جمع عن جمع يؤمن وتواطؤه مع الكذب والتواتر يفيد القطع واليقين ولا شك ذيك الشك آمي كذيث قفايلي نمس فهم 100% من يوضع القرآن مخلف سبا بوسيب ما هوش معقول سمحتي يرثى قفايلي ذي القرآن كان باش كان باش نمس فهم ذايا خاطر وقي يود غفر ذا القرآن وكذا غفر الناس أي غار خاطر الوقات يخدم الشبهة قرنا أوه القرآن أقين ون أوه أمشي حاجة أطردك 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 إيه وقيلة 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 وكل ما نغل الشعر العربي خاطر الله رفيا رمصد الشعر العربي ها نغل يحدث بول بعرفن ذو الأدبان سن الشعران سن اللي هما فرسان البيان عمالقة البلاغة ذي حدث البوال وهذا كله راه موجود الآثار في 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 التراث العربي الأصيل بيقين إذن
أنوي والسبع المذوران ثم عن تواتر إلى أن أبو عمر القراءة ثم زور يموت في سنة 154 للهجرة إلا أن يقارن نافع وقيموث سنة 169 للهجرة. القراءة في استثاء ابن كثير يموت سنة 120 للهجرة. عامر قراءة عامر يموت سنة 118 للهجرة. حمزة يموت سنة 156 للهجرة. عاصم يموت 127 للهجرة. الكسائي يموت 189 للهجرة. الوقذقي ومقارن قراءة السبع المتواترة التي وصلتنا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين ما شاء الله. وثنتيش معان من جمعها من دونها اللي هو ابن مجاهد المتوفى سنة 324 للهجرة ببغداد. الله عز وجل قيض هذا العالم جليل هذا الإمام باش يجمع هذه القراءات السبع. اسمه ابن مجاهد يموت في سنة 324 للهجرة في بغداد العراق. وبعدين يكمل قيل فيما ليس من قبيل الأداء ذاكي ثورة يزمن ذي للخلاف نظن ير القراء مثلا ذي المد كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة. طبعا هذه مباحث راه في علم القراءات بلا ما نطولوا فيه خاطر نكوني أرنا في علم الأصول أقلق ذي علم الأصول. المدود المدود داقين ساعة الميم كوي ثقفايلي ثقفايل مخلف لنوقع ذي خدم المدود ذي غصفانا والدي في كل مثال ثقفايلي ثانا هضر ثقفايلي ثقفل مين مستفهم ثقفايلي ثنروح من بعد القرآن. نعم لنوقع ذي خدم لك يفكيس المد غزيفا لو قاس يفكان وزينا لن وقاذي في قبيل ثنغ ولي سعنت مسليف في قزم ديجا باش تفهمض إلى قاشا لن وقاذي تمسلين ستاويل أكا باش داغديني ربي يسرح دي هنوان يفكد لهوى مبلشحة فرحا إفلاحا تمسلين ستاويل إلا واضح دي الله فرازاقي رابيد فهمض مدود سورة بن غل ذي يلا لطفي قرأ غرغد كان شوية ذي الفرق هي القراءة ورشة وكذا حفص أنت قسع المدود في غصفانين أنت قسع في قد وزلن ظل كان الشيخ مريض الظل حفص هذه الظل سريعة ولكن سورش سع المدود غزيفا. تفضل لطفي. بارك الله فيك. ثقي القراءة سيد غرس وشوس ورش تفضل مشي طول أغرز يغس حفص. أنتم أشد خلقنا من السماء بناها مباشرة يعني ست حركات ست حركات أذو غلنت الربعة إلا وذي القراءة النظم ولاش حتى أربع حركات. إذن ثقي يندف من قبيل الأداء من قبيل الأداء كما قال ابن السبكي هذا أمر وارد الاختلاف وارد أماكن إلى ثمسليث النغم قبيليث أتفضك ذي القراءات ذي القراءات الخلافات كثيرة وهذا لا يقدح فيها أصلا. والسبع متواترة وقد ذكرنا القراء السبعة والسبع متواترة ما في مشكلة وردت إلينا نقلت إلينا جمع يؤمن تواطؤهم مع الكذب وقد أكدنا على أن التتابع أو التواتر يفيد القطع واليقين. وبعدين إلى أن يقول ولا تجوز القراءة بالشاذ قراءة الشاذة كانت قراءة الشاذة اللي هي أربع قراءات لنت عشرة لنت سبعة متواترة
ثلاثة مشهورة وغنصفي عشرة. نظر عن نظن في أظني قراءة شاذة. طيب ثورة، والصحيح أنه ما وراء العشرة، هكذا قال المصنف. ثورة تعالوا بنذكر هذه الثلاثة المشهورة، ثلاثة المشهورة ثلاثة قراءة يعقوب المتوفى سنة 205 للهجرة، ثلاثة قراءة أبي جعفر المتوفى سنة 132 للهجرة، ثلاثة قراءة خلف المتوفى سنة 229 للهجرة. هذه قراءة مشهورة. إذن لن السبعة متواترة طبعا تصح بها الصلاة، يتعبد بها، يتعبد بها. احنا قلنا في تعريف القرآن الكريم وكلام الله تعالى المعجز المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته، يعني تفض المصحف تغرض المصحف ماشي في غير الصلاة، أرك تعبد الله بتلاوه القرآن، أثقار في القرآن أثعبد الضربي وسيد الأجر أما سعدي القرآن أني أتغرض ذي الظلث. القراءة تجي إي سبعة و إي عشرة الرنوية الثلاثة المشهورة صافي اللانت سبعة متواترة الرنوية الثلاثة مشهورة صافي المجموع عشرة. ثلاثة المساقين الفلاني يغرس القراءات العشر، القراءات العشر، عشر قراءات الله يبارك. نفكيود أمثلة، ذكرنا أمثلة عن بعض الاختلافات الموجودة بين هذه القراءات سواء في لقائنا السابق أو في هذا المجلس في مقدمة مجلس اليوم. ولكن المشكلة فوراً ديلا ذي رضعني النظام القراءات الشاذة. ذكر المرة اللي فات متى يحكم بقرآنية القرآن، باش أدي وجد القرآن، أدي وجد القرآن نفكاد ثلاثة شروط. الشرط الأول صحة السند إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معنى القراءة إلى قتيلي سعى السند التي سوضا ألمذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونغض بلي هذه المباحث يعني تفاصيلها في علم القراءات، ولكن كنا رنا في علم الأصول، في علم الأصول فنذكر من المعلومات ما يدعم مادتنا ونشمر ذي التفاصيل. أكا ثورا مردنيني إلى صحة السند نكري ثوري قبيلة نغال ما تقبيلة مرة أخرى لن هري مسلين أشي نسكا مسلقي تقبيلة نغا ماشي تقبيلة ونغا ونفكرة تنيا عدم أنوي دلا ريفيرونس وين يكون السينارسي وثا قبيلة خطر وين يسنن ثي مسلين تيا أدي خلض سيوسيا، أدي خلض سيوسيا ثقبيلة شو أنت عرض شو أنت رميث أشي قرأ دار ثقبيلة ميولي تمسلين تقذيلي ثقورات وين كنون السيناريسي وثقذيلي ذنسيذ المرجع ذنسيذ الله ريفيرانس ثوري كدن هذا قيد دين الأشيمي تقذيلي نصعرف دين تقذيلي خطر لان قذيلي سواتصي ثقارا أين إيه تقذيلي أي غر أخطر أتصدقارا ذو قذيلي منطقة من منطقة ثقار أشو غر أي غر إيواشو صفي ثورك جر وكان مسفهام باللي ثقذيلي ثقي صحيحة وهي صحيحة السند خطر ما ثغر ذي الأصل تفض لأنت بعض الكلمات سمحتي أستفض باللي لا أصل استعرف ثغر ثقذيلي لا أصل استعرف ثغر بالتداول بالاستعمال ثغر ثقذيلي وش ما رضي المرقى تفاصيل أكثر ولكن فقط باش ديني شروط القرآنية ذا شرط مزورو صحة السند للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط ويسين موافقة المصحف العثماني إلى قد يوافق وثقي ذكرناه المرة اللي فات موافقة أحد المصاحف العثمانية لازم وكي الشرط الثاني. الشرط الثالث
موافقة اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه. هذه شروط القرآنية، هذه شروط القرآنية. حكم العلماء بالشذوذ على هذه القراءات لأنها ما توفرتش على هذه الشروط. ماذا ما توفرتش على هذه الشروط؟ صافي، إذن ليست قرآنا، سلبت منها صفة القرآنية، ماشي ذو القرآن، ماشي ذو القرآن. ولا تجوز القراءة بالشاذ، يعني هو زمضرات أدغرس القراءة الشاذة ذي الظليث زمضر لا يصح. وبعدين قلت والصحيح أنه ما وراء العشرة. على ذلك هناك خلاف، هناك من قال باللي يصح تصح القراءة فقط بسبعة، ثلاثة خاطئ، هذه الثلاثة المشهورة. ولكن ذلك تجد الدين السبكي رحمه الله مباشرة إنه والصحيح، معنى لم يذكر الخلاف، ودينا راه عندهم خلاف، إفكاد الرأي الذي انتصر له بلي وقيد رأيك صحان وقيد الصواب، ذو الصواب أنه ما وراء العشرة، معناه لا تجوز القراءة بما وراء العشرة، معناه وكأنه هنا رد على الرأي الذي يقول بعدم جواز القراءة بالقراءات الثلاثة المشهورة. حسب المسألة إناد والصحيح أنه ما وراء العشرة، يعني هذاك حكم عدم الجواز ما وراء العشرة، يعني أربعني اللي حكموا عليها العلماء بالشذوذ. بعدما ذكر رأيه إناد وفاقا للبغوي، البغوي جنوى ذي ونسي العلماء مقرانا يلقب بمحيي السنة، يلقب بمحيي السنة، يموت سنة 510 للهجرة، والشيخ الإمام، ما كل الشيخ الإمام هنا المقصود بفاس، والد المصنف، ذكرناه مرارا في مجالسنا السابقة، كلما قال ذكر الشيخ الإمام المراد به الوالد، أي والد تاج الدين السبكي. إذن وفاقا للبغوي والشيخ الإمام، أي غرث دي في ذلك عادي ثورا يمكن أثيك ودين ضيون الرأي باش أستفك ضفوذ أدين ذيني دينا الفلاني وكذ الفلاني مغالا ثورا مدى هذا رضي ثقفالي سمحتي أتصف ديون ديوني توسن لحدد بوال أذي وغالا ينريف يا رونسين كوني أكيني الفلاني يكونفيرمي قبليث خطر ذنسي يتوسن تحدد بوال أمثل رويد نظر كوني في العربية نظر الشعر الجاهلي. لماذا يذكروا العلماء الشعر الجاهلي؟ خطر ذنسي المرجع هلو قسم تعرف من اثنين. لذلك القرآن المعجز، يعني من وجوه إعجاز القرآن الكريم في مبانيه في ألفاظه ومعانيه وبلاغته إلى آخره، وقد تحدى الله عز وجل به العرب وهم فرسان البيان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك تاج الدين السبكي شحال يفردان أن يفدر العلماء، يفدر الغزالي يفدر علماء كبار ذكرهم في دروسنا السابقة. لماذا؟ باش يدعموا رأيه وموقفه، السيفك لا كريديبيليتي، السيفك الصدقية أو المصداقية، والصحيح لغة الصدقية لا كريديبيليتي استعرف توسل المصداقية، الصحيح ماشي دوا الصدقية تجي تعرف صحان خطر تصي مسلين تعرف أثن استخدام ماشي تعرف خسرا، ولكن كنا سنحس فيه تعرف وقيم قرن الأخطاء الشائعة. وقيل ما وراء السبعة، يعني هاو ذكر رأيين، وقيل ما وراء السبعة، يعني المراد
الشاذ ما وراء السبعة، الشاذ ما وراء السبعة معناه وغلنا 14 القراءات، سبعة متواترة، سبعة شاذة، هذا أربعة الشاذة اللي ذكرناها، أرنو الناس الثلاثة المشهورة قراءة خلف ويعقوب وأبي جعفر هذه كيا. وقيل أي غير دينا قيل، قيل ذي اللغة العربية صيغة تضعيف تشكيك، صيغة تضعيف ما سنض الناند يقال، ما سنض يقال معناه أنا وقيل بارك الله فيك عليك نور مريكين كان وقيل ديجا مدين وقيل الشك أسيض بالميل الفلان كيني وقيل سقوس كذا وكذا أوقيل يجي إلى ذلك الشك أدياسيون أسيض ثالث نغثيليست يعني ميميث قبيليث ويقارس ثالث لليميت لفرونتير ويقارس ثيليست صح ذاكي جارنا كان ويقراك ويقراك ولا إنكار في مسائل الخلاف ولا شو سيرين تقديري في وكسحة واردين يلا ويقرس ثيليست ويقرس ثلست الدوضيون السنة ميفضان 1970 أندت ثيليست أندت ثلست الدياسيون واقيلة صفي واقيلة إهمال واقيلة صيغة تضعيف والتشكيك والتشكيك يشمد الشك إلى اليقين إلى الشك واليقين لا يزول إلا بيقين مثله فاليقين لا يزول بالشك صحيح وبارك الله فيكم. وبعدين أما إجراؤه مجرى الآحاد فهو الصحيح أي أي أي, أي. على بالكم لغة تجدين السبكي كما لاحظتم حتى في المجالس السابقة وما زال المجالس اللاحقة يعني صياغة متقنة عجيبة دقيقة واعرة مركزة ملخصة ملخصة في كوال يكون زردار شوية ندفير والإنسان لا يفهم شيئا يقول لكم أما إجراؤه مجرى الأحد فهو الصحيح هو إجابة عما قاله الشيخ صالح الشيخ حسن موضوع الاحتجاج الاستدلال هل وردت كلمة الاحتجاج لك؟ لم يذكرها أصلا من باش تفهموا إلا قد زرد الشروح باش زرد شو لين أما إجراؤه مجرى الأحاد فهو الصحيح أنا عميه أربعة مسلين قدينا باش أذيس قردش يوثن تمثالت فغمق مليح مليح ذا شوت ذكرنا شروط القرآنية ثلاثة شروط ندنكني باش نحسب القرآن قرآن إما إلا القراءة الشاذة القراءة الشاذة هي قراءة لا تتوفر على جميع الشروط جميع الأركان أركان القرآنية فقد انتفت عنها القرآنية سؤال إذا انتفت القرآنية هل يقتضي ذلك انتفاء الخبرية؟ محل خلاف بين العلماء بمعنى إزمنا ذيلي إمسلين أني مشي ذي القرآن يخص الشروط ولكن لا ينفي الخبرية ممكن فننزلها منزلة الأحاد كما أخبار الأحاد في السنة النبوية السنة النبوية يا أخي لن تثل السنة المتواترة السنة الصحيحة أماكن حديث متواتر حديث مثلا حديث متواتر مما يذكره العلماء من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نفاسة تسامين ايش وندي سيدفن في اللي يعمذ أمكان يسدي جهنم ديجا الكذب وكذيريس باش هذا السيدف في العرض ديجا وريقبل أرى كينو كدني غارة ولكي في فغ العقل كينو كدني غارة وقيد بلاد مكانة صح لذلك الإمام الشافعي الله يرضى عليه إن
من أسند فقد حمل. أربي القرآن ند فتبينوا ماشي الخبر ديال سند غاد الصح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة فتثبتوا، هذا القراءة ذكرناها في القراءة فتبينوا، في القراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حذرث الخبر ديوسانة تزرعم بلك أزكى كنت قريد ذندامة أش حالي من تقول ذندامة أتفضي تفضي ماشي في السفق دي جوجمة أحكام نغ مواقف قرارات دي ديسيزيون أغفيون الخبر ويصحراكو أبارين بعد ذي ندم ماشي ذي يبوين ذي خدماكا أعطاس يومي تقول ذندامة أنعميه. لذلك مطلوب من التبين ثورة أدنو غلغ الأحاديث حديث يجي مسلم أكيد إن قصة السلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث يجي صحة 100%. للرواية النظم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولش متعمدا؟ ولش متعمدا؟ إسكو الصحة؟ نعم الصحة صحة بشر الدين في عليه الصلاة والسلام عاستي منون بشر الدين ضينا دين في صفي لقد السوري جيتي مولاني بارك الله فيك جيتي مولاني خطأ ثيك دي رواية ثيك دي رواية ماشي صدي ويون مغرب سنة الرواية لكن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إلك دي رواية لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق صحة ثق الصحة ثق الصحة ثق الصحة ثق الصحة لأنه الحديث يجي يزمر النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي تقول المجلس مكارم الأخلاق حفظن الصحابة ذي المجلس وايض إن صالح الأخلاق حفظن الصحابة أتفض ابن مسعود ابن عمر روانتي ذكاء أتفض بلك ذي أبو بكر الصديق عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود أروان تنسري وين وكي صحة وكي صحة حياتي شو كذلك سوكورك أم القياس أقومي السلام ثورة ثقيس لا ثقيس لا ثقيس لا ثقيس لا ثورة يوكل مقدمي يكون دخل ما باش يكون دينيغ. العلماء اختلفوا في هذه المسألة إذا انتفت القرآنية عن آية قرآنية فهل تنفى عنها الخبرية؟ من العلماء من قالوا لا تنفى عنها الخبرية، ومن قال بعدم نفي الخبرية أجاز استنباط الأحكام من القراءة الشاذة. أربعة أنا عامه كما أننا في السنة النبوية استنبط العلماء الكثير من الأحكام من أحاديث الأحاد من أخبار الأحاد ما شي فقط من الحديث الصحيح والحديث الحسن لذاته أو لغيره لا حتى من أحاديث الأحاد أنا عميه ولنت الأمور أنت نخدم ذي الدنيا ثنغ أنسي داغد بظنت غير النبي عليه الصلاة والسلام بظنت أغد أحاديث الأحاد ماشي من باب الأحاديث الصحيحة وأنت نخدم ذي الدنيا ثنغ. إذن للعلماء ديننا إذا انتفت القرآنية ولم تنتفي الخبرية لا تنتفي الخبرية فيصح الاستدلال يصح الاحتجاج يصح استنباط الأحكام من القراءات الشاذة. وفرت هذا أكون دفتر مثال سورة المائدة الآية 89 ويسي شفا كفارة اليمين في الله وفي أيمانكم كمل كفارته وين يقولون يحنث كفارته إطعام عشرة مساكين
أوين يحنثن باش هذي يخدم ثاك فارث ذي الآية 89 من سورة المائدة أذي الشش عشرة يهليلا. نعم أو كسوتهم نغذي السلس عشرة يهليلا أو تحرير الرقابة يحرر العبيد يفاني سكلاغ عبيد أثي دياغ أثي في كذري من إسي ذيس إذا فيس وأثي دي حرر في سبيل الله سيف كل حر ينس كمل فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام حبس مصحف بن مسعود واش قال فصيام ثلاثة أيام متتابعات أنعمه متتابعات في مصحف عبد الله بن مسعود يلا ولاقي زيادة ياقي أثنى الشيخ وسيد غرينا أنا في غسيد غرني ثني باش تزربي ولا شيت الشيخ رابح يا اخي ولا شيت ما كانش متتابعات الشيخ لطفيخي ما كانش ولكن ذي مصحف بن سعود ثلا فصيام ثلاثة أيام يرنياس متتابعات ذاك العلماء لا العلماء يدينان وين راه يخدم تاك فرض هذه يزوم ثلاث أيام هذه يزوم مثلا الاثنين ثلاثة الأربعة موري الزميرة راه غادي شتا عشرة يقرين وكذا وكذا في الآية واضحة أمشي هذه خدمتك فرض هذه يزوم ثلاث أيام الزمري يقول الشيخ هاشيني إذا قاس أنتو زومض مستدفع أنت الاثنين ثلاثة الأربعة الزمري الشيخ واضح شيني خاطئ المهم هو تزوم ثلاث أيام غزوم التنيان ارنو ياس الخميس ارنو من بعد سمان عشرين ارنو ياس يونواس عادي خدم الانترفال يا راس انت كنت تبغيض متفرقات يجوز متتابعات يجوز ولكن حصل الخلاف وكان العلماء اللي رجعوا لهذا القراءة والسفر استنبطوا هذا الحكم كي قال لقد متتاليات ولكن جماهير العلماء أن دلالة مش شرط متتاليات ليس شرطا التتالي والتتابع ليس شرطا ركزوا معي على بالي لا دوز قوى مليح نروح كان ستاول كان يوث يوث المسألة إذن الخلافية بين العلماء إذا انتفت القرآنية عن قراءة معينة هل يمنع ذلك من الاستنباط يقول لك لا يمنع ذلك من الاستنباط لماذا؟ لأن الانتفاء القرآنية لا يستلزم انتفاء الخبرية وممكن هذاك الصحابي ممكن صحابي المسعود يرنيس للتفسير ذاك بين قوسين المصحف يعني عثمان بن عفان والقصة معروفة عند جمع القرآن وكذا وكذا إلى آخره وبعدين يخبض المصحف الإمام وبعدين أمر بحرق جميع المصاحف الأخرى للمقاسي قرناوه عاشوا فرنديس خطر الزمريون الذي يكتب ذي المسخينس الذي يكتب الشرح مثلا إنا أعطيناك الكوثر ذي دين ربي الزمريون أسيخدم الشرح يزدين الكوثر نهر في الجنة مثلا ما يلنطف المسخية قين غرسيد أم كيسي نهر إنا أعطيناك الكوثر نهر في الجنة أمي ولا شيء نهر في الجنة القرآن يحفظ ذاك الكوثر مع انتهى هناك من الصحابة سنن في عليه الصلاة والسلام اختفن المعنى بول اختفنت قسمة ضيزة اختفن معنى ضيزة كلالة كما في الآية 176 من سورة النساء كلمة كلالة مش ممكن تفهم ببساطة كلالة روح نذيذ كلالة سئل أحد الصحابة سوزن غير إذن القرآن يسوى زراش المعنى يس كلالة ولكن بعد المعنى يس إذان هو من ذي الميراث طبعا في مسألة الميراث من يرث كلالة هم أولاد الأم عند عدم وجود الأصل المذكر مطلقا
وعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. ذاكي يورثوا لا ما يورثوش، ما يموثيوني جد دومي سور والتماس سيماس نغي كماس سيماس جمث يورثوا كذاك من مرة ورثن سوى ما إلا وين يموثن وردي جا الأصل المذكر وردي جا لافافاس لافافاس مبافاس ثالثة وإن على ما تشي فافاس قماس لا وين جد رحمي فافاس مبافاس دقيق نغ الفرع الوارث ما يجا مديجرة لميس ليليس ليليس نميس لميس نميس مهما نزلوا هو قيل مقصود كلمة كلالة تتشرح بلك صفحة كاملة باش تتشرح. ذاك جماعة الخير هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أما أولا لقيت هنان لا لا يمكن أن تكون القراءة الشاذة محلا للاستدلال والاستنباط. لماذا؟ تبعوا مليح إنك لأن القراءة الشاذة هيأنا نفسها أنفسا لاستقبالها قرآنا قرآنا ماشي خبرا كسائل الأخبار، ولعدم توفر الأركان الشروط القرآنية خلاص انتفت عنها القرآنية لا يمكن أن تكون القراءة الشاذة مصدرا للاحتجاج أو الاستدلال. هذا كي مسأل خلافي قال الخاطئ ما مشي ذو القرآن مشي القرآن اسم القرآن ما ذو القرآن مرحبا ما دام مشي ذو القرآن إذن ونزمنا نستفغ الأحكام الشرعية سي القراءة الشاذة. ابن السبكي حرش مليحة صدقوني أتصل عقولي قلن قول لغيس أتصل بلغني قلن قول لغيس إفكير دو كلو مراقياك قبل أن نكشم ذي الغموق من أصول الفقه أقرأ ثلاثي في الكتاب اللي هو يعني ذي البداية أقرأ ذي البداية. ولكن ثورة ابن السبكي خذ موقف أما إجراؤه مجرى الأحاد فهو الصحيح. يعني رأي ابن السبكي قال لك يصح الاستدلال بالقراءة الشاذة وإلا إذا كان حتى لو كان لا يصح لا يجوز التعبد بها أو قراءتها في الصلاة، ولكن في الاستدلال لا حرج. خلاص انتصر لهذا الرأي تجدين السبكي. يكمل قال المصنف ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. أي 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 تجي مسألة خطيرة. أنا عمي في كنا غدني غم ديث مثني ونواس ما نغرى علم الأصول أتصن تلوفا غرنفرو أتعيو الشداني قرن استقبالي فأكون ديني غماشاهو لأنه وجدوا مقارن الفرقة ظالة اسمها الحشوية نغ الحشوية نسيت هنا أنا كنت قرغة شو دينا قد شرحها ولا أكيد هنا ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. سؤال يا رنغ كان اسكو معقول أدياسي البوال ذي القرآن نغذي السنة ونسعى على المعنى كانك وحال وحال انطلاقا من إيماننا لا يمكن أن نقبل ذلك أو نصدقه لا يمكن إطلاقا. ولكن للأسف الضلال قديم لأنه قال يبضان أو ماشي كنار السنة ثورة الزر ماشي يضرون الصحابة ورسلك نارا السنة ورسلك نارا ها ما زال شوية تضن القرآن هاو كان سراجون غير سراجون ميلا ودفن را نوجذ نفاق نفهم الحشوية. هو قال خلاف الحشوية هاو الحشوية قرن ممكن 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 أدياسو مسلاي
ذي القرآن ذي السنة لا معنى له. أنا عميه من الأمور دنان مثلا من أحكام الحج صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم كمل ارفع صوتك تلك 10 كاملة. الحشوي قرن وجه كلام زايد. أنا عميه إش قرن أمش تروى بلس 7 سي نورمال 10 أمش ربي سبحانه وديني تلك 10 لو كان يحفيس داقي معليش يرند كاملة ذا غفل ذا مقران ذا ذرار إدنان ودينا ولقي الحشوية يرند يتعرف تبعوني مليح. يجوز باش الدينظ الحشوية يجوز الدينظ الحشوية أنسي دوسا كلمة الحشوية وسن اسم الحسن البصري ذو ضرب فلاس ذي الحلقة ينس المشاكل قسي قديمنا الحسن البصري عالم جليل اللي نحرق مذانا سوي قذاقي يتشوشم المخنسن يتشوش تغيمين دي صفام زوارو نتسا يخدم الحلقة نثنية تشويشن فلاس أذغان تسا يناسن جينيمي أو يستسن أني ور حشية الحلقة أضروح نرد فيرك وأضغى نرد فيرك باش نسلس الغارة تجدو سال حشوية مثل صد بفتح الشين مثل صد بالحشوية المعنى يسال فيرقة يجي الظالة أشو دقار أدقار في القرآن حشو يعني كلام زائد. أنا عميه السلوغ نثاوين ذيني مثورا الحمد لله نسعى الانترنت نسعى فيسبوك أتفضيون نذي عوزال مضربان صباحا زكا ذكر يجي لعندك الشيخ رابح يقول لك الشيخ رابح واش تقولوا قامة وصحيح هذاك البخاري وأبو هريرة وقامة كنش منه كامل هو قراها الصهر وطاح معاك اش بارتاجي يا خوان ذوكي بارتاجيو إذ بارتاجيو كان هو مقراش ما تمرمد ما تعب ما قرا ما والو هذو الحشوية الجدد موجودين الآن نعم وراهم يشوشوا علينا علينا كاع كمسلمين وكأننا رانا لاباس حنا ماناش لاباس ونزيدوا نروحوا الأمور اللي ثرات نهائيا ويخلطوا فيها ولا حول قوة إلا بالله. هذا أعود إلى قول المصنف ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة. الله يرحمك يا ابن السبكي افصل في المسألة خلافا للحشوية هذا من المنهج العلمي خطر ممكن واحد منكم يقرأ الكتب ويتعمق في تفاصيل العلم ويقول ابن السبكي ما كان شاطر لم ينتبه إلى هذا الكلام ولكن سبق وقاله إن نثيد خلافا للحشوية ما زال وبعد الند ولا ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلاف للمرجئة ذا الفرقة المرجئة فرقة ضالة الفرقة المرجئة مما تقول قالك لا تضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة يقول لك واحد كي يقول لا إله إلا محمد رسول الله نورمال ما يصلي ما يزكي ما يصوم ما يحج حذاري تزعفوا عليه ولا تقولوا لي عليه خليه نورمال أخطر مؤمن جمث عقب ربي مادام راه مؤمن يا مشاكلني بني الإسلام على 5 وين نديروها وين نديروها ويقول لك المرجئة العذاب يكون في الآخرة حتى آية العذاب اللي ذكرته للحديث وكذا قالك هذه فقط للتنبيه وكذا ذا استقذ كان شغلتي نقر خان فوفو يوارش مش طاح فوفو الفوفو انتع الصح ماشي بالعبية المرجئة سمحتي لو كان ندقق ونعمق في هذه المسائل وهي من متين العلم ومن التفاصيل أخشى أنه لا ندخل ما ندخلش في الأصول ولكن باش نقول لكم برك العقل هذا اللي دار الكتاب هذا عقل كبير فقط
وهو خلاصة 100 كتاب أذكركم دائما وأذكر نفسي. وبعدين واش يقول المصنف؟ وفي بقاء المجمل غير مبين. دخلنا لها في المجمل، نقول واش تقصد يا بن سبكي؟ قالك نقصد، شرحت لكم واحد الوقت، البيان الكلي والبيان الإجمالي والبيان التفصيلي، لم أشرح ذلك هكذا فقط تمهيدا باللي نظرنا وضر غرص. البيان الكلي، يلا امتحان صغير، ما هي الآيات التي وردت بشكل بيان كلي تحتاج إلى تفصيل وبيان إجرائي من قبل أهل العلم؟ أعطيني آيتين، اجتهدوا ولو بالمحاولة. قال ربنا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذه آية لم ترد على وجه الإجمال ولا على وجه التفصيل، ولكن وردت على وجه الكلي، على الوجه الكلي. شو المعنى يس؟ ربا دي قال طبقت العدل فقط، ودينا رميه، أرزمو دينا رميه، الحمد لله، خطر كون دينا رميه هي لقد نطبق ما هو بليجي شي قرار طبقة جوستيس فقط. سورة المائدة الآية 90، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وغدينا رامي صافي أمكن طبق العدل. ذي زيكي كنت مخلف، ذي زيكي تفض قاضي فرد، هاو القاضي يريح في الجامع، يجيوك لي زافير لي كونفلي في البينال، أوكي زمر راس، ذي الكوميرس زمر راس، طلاق زمر راس، التريكات زمر راس، سيخ إيشورا زمر ثورا ونزميرارا. سي بور سا لانت دي سبيسياليتي، اتشم لا جوستيس تريبينال، اتصفديون البينال الكوميرس الفونسي وكذا، ازمر دي مورس ونو سينارا الشريعه اديني هذا لا يجوز. هما لوريزمون عينا في هذا النوع من لا يجوز، عينا فيه مليح، خطر لي سوليسيون فاسيل، كيني جيب لي الدليل، يا ونجيب لك الدليل من القران. ربي قال في سوره النحل، سوره النحله الان ماشي المائده، سوره النحل يا خكا، خطرني من ذاكره فقط، سوره النحل ايه 90، ان الله يامر بالعدل والاحسان. ربي ما ذكرش لي ديتاياكي، خطر ربي زرا باللي يد ياسيون زمان، الغاشي يكون بالملايين، القضايا بالملايين بالالاف والملايين. قال لك باش تطبقوا العداله دبروا راسكم، قراوا مليح، سبيسياليزيو كيما لا ميدسين، بكري ميدسان واحد فيه كلش وضرك. حنا في زمن تخصص، الم اقول لكم اخواني يوم ان بدانا في علم الاصول ما قاله ابن خلدون في مقدمته الصفحه 424، ولما اصبحت العلوم فنونا. ابن خلدون راه يحدثنا عن اواخر القرن الثاني الهجري، ذي الوقت ليش قال سيدي سبيسياليتي ثورة قلاغ ذي 1440 الهجرة، شديني ثورة. لذلك البيان الكلي، ربي ذكر مبادئ وقواعد كلية تحتاج إلى تفصيل وبحث عن الإجراءات التنفيذية من قبل أهل العلم ومن قبل الناس. أما ذي الشور، ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة، هذه العقود، العقود كل العقود، ودينارا العقود الإدارية، العقود التجارية، العقود ديناركا، إذا كل العقود صافي تلقي قاعدة عامة وكي بيان كلي باش تعاود راك شنو نخدم. إلى البيان والسين، البيان الإجمالي، ما معنى البيان الإجمالي؟ أدس الآية وكز مرنا سيدي شرح سوى الرسول فقط صلى الله عليه وسلم، ماشي في مزورة، في مزورة أنسكية كون ديفك الرئيس، ولكن في كذا النظام دوزيام كاتيجوري ألا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ناد ربي ناد سورة البقرة الآية 110، أقيموا الصلاة، يلا مش راه نزال إلى وادي نتقل العلماء الشافعي نغبو حنيفة نغ ابن مسعود ولا نغ الصحابة، لا 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 ماشي الشغل نسم سوى الرسول يكسع الحق. إذ غي ناد صلوا كما رأيتموني صلي، ظل ثكني ستوالي نزلغ تفرى واحد الزكاة تنسيغ ديف كان التفاصيل، تنسيغ ديف كان الرسول صلى الله عليه وسلم أوعية الزكاة، اما تيم زين دير ذن وكذا ما الذهب ما الفطه في كي تزيغ الايه دينا 85 غرام الذهب باش ما تستفض، اتستفض ذي الحديث
584 د الموطا ومن من سود دينار 25 غرام ذنو كل ديننا انسينا د 20 دينار اكيد ديننا بيستوريس 20 دينار ملي كي فانو سا ساكي سي 85 غرام الفضه 200 درهم اكيد يسال الحديث سوي هذا القر 595 غرام من الفضه شبعت الخير المخ اللي قد يخدم مليح وغادي يستفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم الحج انت غادي تستفهم في قانس البيان الاجمالي البيان التفصيلي ذي الايات المفصله في كون مثال ايه المواريث من الايه السابعه وما بعدها ذي ولاش لي سوال الى ربي السدس سدس ورزمه دين النبي صلى الله عليه وسلم لا ماشي السدس الربع خط ذينا كل شيء مفصل يلا المساله التي اثرها ابن السبكي الان تبعني مليحه وفي بقاء المجمل غير مبين طرح اشكال بين العلماء الرسول قبل وفاته صلى الله عليه وسلم هل ترى فرايا كل ايه المجمله غير ثقديجا انا عميه قال المصنف وفي بقاء المجمل غير مبين وبعدين مباشره يقول ثالثها الاصح لا يبقى يروح مباشره ثالثها صافي ثورة اللان العلماء ديننا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذي مث يكل آيات المجملة بيانها سونز اكسبسيون يكو والبيان تاع السنة القرآن ما بتفصيل المجمل ألف با بتخصيص العام جيم بتقييد المطلق هذا هو بيان السنة القرآن أدفتر كم بعض الأمثلة تظريف النبي سنك ماشي القرآن يغدين في رنزال ولا شحال ركعات ولا الزكاة ذا كيف كيف إلا وين تفصص دي القرآن مثلا أصناف المستفيدين من الزكاة يسدي القرآن إنما الصدقات سورة الآية 60 ما شاء الله هو ما شاء الله سوى سوى 10 على 10 ولكن ما سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة المعارج الآيتان 24-25 ثورة ذاكي أنف باللي السنة بيّنت فكنا غاتوك السنة ماذا المال ماذا الزكران ماذا الغمان ماذا الذهب ماذا الفضة السنة فكنا غات كلش الحمد لله ولكن السؤال مطروح الوصية مثلا الوصية فكنا سيدا السنة باش بتقييد ربي سورة النساء لم يقيد جاء النص مطلقا من بعد وصية توصون بها أو دين ربي ذكر تيستامون سون ليميت بدون تحديد ويغتي ديف كان السنة السنة يغدينان كما في حديث سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير لو أنتير ما السعيض 60 قطار البكال الشرع يفكيك الحق 23 سعيض بلان بوفوار فكيثي وانت فغيض 140 ذقيم للوراثة ماشي يون ما يلا يمخلف اكو ذو الرويس السنين اوالث كان اكون حرام غياكو ورجوزا حرام اكياك ذو الحرام اصحر مضيون هذا ما كان ذايا من كل ثغنات النقص لا ثلا مليح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذي سعد ابو قاص يسال ثلث وثلث كثير ذي الحديث وايض ان ياس انات النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم ثلث واضح في اخر اعمالكم زياده في اعمالكم فضعوه حيث شئتم ما تفضل حديث اكي السين ضيه مالتيان يلينا نغمينا سجغ لو انتيير انسا تيستامون ابري من موسى قد يسد يورث ويرمو تيستامون لا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث ايه ما الا يولي الجسد خطا غور السيناره اذ نجماعا الورثه اما تكونفيرمينا تريفيزين فهي موقوفه على راي الورثه إما إذا أجازوها نفذت
وإذا ردوها ترد ولا تطبق. سيجدو ساني غفلاني مقارنة في التستامون كدورنا سيجدو نيس صافي وغد يفقن شو على قيد السنة. ثورة السؤال كنت في تغيث مثلا يسكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذي مثل فرق كل شغال يسنغالا فرق كل شغال يسنغالا لأنه قد دينا لا لا نعم زرطا في خدمان روحا إلى سورة العمران الآية في السبعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قراءة وابتغاء تأويله هذا من نهضر في المقدم وابتغاء تأويله وما المدينة رب سبحانه وما يعلم تاويله إلا الله الوقف من حبس دا صافي الآيات المتشابهة لا يعلم تاويلها إلا الله فقط ربي كان سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب بعدنا ربنا يختم سبحان الله خطر ذولا كل شيء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بعدين يغدك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إذن للعلماء حبسن دا لأنه قد يقرن لا الراسخون وون العطف الراسخون في العلم يعلمون ربي يعلم أرنو يسمي من راسخون في العلم وقال يسعى رسوخ القدم في العلم صافي يسد غران وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم معنى ربي يكذ الراسخون في العلم سمحتي لنت شوية تفاصيل شوية دقيقة إذا قلت نجي اسمها هذا الدرس وايض خطر ذاك الشوغ ديننا نسى إند وفي بقاء المجمل غير مبين ثالثها الأصح صافي لا راي مزوالو الا راي وسين راي مزوالو شدي قار ادي قار ولاش دا شدي جان في عصا تسلم كلشي يفراف فكانت الدليل في الايه في الثلاثه في سوره المائده اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن فالدين قد اكتمل مدام الدين نكمل إذن الرسول صلى الله عليه وسلم فرش غاليس كامل شوف الدقة معقول ماشي معقول يلا الحفص هذا خطر ما نكمل دغا وصلت العشاء سنطول نكمل إن شاء الله في المجلس القادم إن شاء الله تفاصيل اللي وردت في هذا الكتاب القيم لتاج الدين السبكي جمع الجوامع والسلام عليكم ورحمة الله.